الو مساء الخير نار معك. لو سمحت اقوم اثنين فراخ ثلاث سمكات كبار وكثر السلطات ورسل الحاجات مع سالمة. كل العالم يبقى مسالم انسى خلافه واشبع سالم يلا نشبع سالم. والنبي يا سالم هني معك فرختين وعليهم شوية رز. الله يخليك يا باش. شكرا يا سالم يا حبيبي. ما كان في الدنيا ضيق ومظالم بس لو نسمع مرة سالم. أيوة سالم ده من زمن حالم. بس لو نسمع إيش ما نسمع مرة سالم. أيوة سالم ده من زمن حالم طيب ونزاهة حنان ومكار. يا ريت العالم يشبع سالم. أيوة سالم يلا نشبع سالم. سالم دليفري مرقيقة عنده ومرقيقة مرقيقة ما عنده. مبدس الجول ما بخاف من زول. مبدس الجول ما بخاف من ظالم. لو نسمع مرة كلامه الطاعم الدنيا بتصبح مخمل ناعم. كلامه الطاعم يلا نسبح كلنا كلنا سالم يا كده. مش تمام يا ملاس؟ خلاص يلا نمشي. أبوك نسى الموبايل بتاعه بس تلقى قلب الدنيا كلها عليه. ما مشكلة راح. والله اخوانا المواطر دي نعمة والله. ما جات لي الدليفري يعني بس والله لجري حتى اري كلب زي ده عمري ما شفته. لكن انت قلقت اقول له نادرين حارسكم منه. لكن ما يعني انا عارف الحارسهم كلب. الولد صايرون يا مارك. قلت له ولد الطلبه دي دار اديك ليها نادرين زول كبير. قال لي نادرين الحارسنا. قلت له نادرين حارسكم بس جاب لي الكلب غوفه كلب تربيه بيت. يا اخي انت مشكلتك مع الكلاب دي شنو؟ والله ما بريده. والله يا كامل ما بريده. ولا بريد تربيتها غير تزلوا على الناس في شارع ما تعمل شيء. لا لكن كمان والله يا اخواننا عندها حب يعني والله بيسوق الحراميه. انت مثلا من الكلاب بيسوق الحراميه؟ احلاهم يا راسي بيجوا يسوقوا الضيوف والمواتر بس. خلاص اقول لك كلام ثاني. شيل معاك كريسه الموتر عشان شنو تشغل بها الكلب كده. الله لا الكريسه لكن ما بتاكل الطلبيه. والله تبعوا موبايلين ما اقدر اوصله. ها؟ هيكون كمان وقع محل الكلب. قال وقع محل الكلب والله ما بمشي اجيبه. برجعني ثاني للكلب شنو؟ ها؟ اسمع وصف لي المحل وين انا بجيبه ليك. وكمان لو في شيء شالوا هيكون شالوا الكلب ده الجين ده. والله يكون شالوا. كنت اضرب عليك انا من ابنتي كان رد عليك الكلب يكون شالوا. لا لا ده ما تلفون أبوك بيكون ده في الظهر بيفكش عليه. الجاس ده هو يبلغ على التلفون ما عارف وين. إيك مليون مكالمة. الرسالة دي بتكون منه طبعا. ما عارف التلفون قاعد. سالم ما تنسى مواعيدنا الليلة الميلاد بتاعي ندى. الظاهر الروضة شغلتك يا صلاح. ها كامل ان شاء الله خير؟ لقيته؟ لقيته قدام البيت اللي وصلت لي فيه ده. ربنا يعوضنا فيه. لكن والله حاجة غريبة خلاص. يعني إذا فيه شال الموبايل ده المفروض يشيل الشريحة ويقفله. لكن لسه على مضرب في جرس لكن ما بدل برد. ما برد ما لانه كلب غتيت. ولا يكون خاطف الشاحن. لا ولا شنو؟ ولا يكون خاطف الصامت ومشى نام. لكن الكلب انا شفته ده بيكون فاتح البلوتوث ونزل له في كليبات سم حاجه دي. جايز يكون مشى يشتري اسكراتي من الدكان. انا ما لو داير اسكراتي ما يرسل الجيرو بتاعه الصغير. والله
الموبايل ده مش حاجه. خلاص يا اخوانا حطوا المزاغر بتاعتكم دي راح يكون شغل. لكن والله الكلب اللي شفته ده بيقول غير النغمه، بس يكون شغال لي نغمه هاو هاو. جايز يا صلاح من حوامته في البيوت الهاي دي لما لقي في واحدة أكلت راسه، وانتي ما جايبة خبر بين المطبخ والروضة؟ فتحي يا صلاح، انتي لسه ما كبرتي، صغيرة وجاهلة. انتي ما غيرتي لسه يا ماما عشان نتغدى؟ ممكن تصبري لها شوية؟ هضطر اسكت على الموضوع ده لحد ما اشوف اخر. اسكت؟ والله ما اسكت لحد ما يمشي شهر العسل. اوكي يا ندى، انا بحسب معاك الموضوع ده. اكيد المكالمات دي الكثيره دي تضرب من جبال وزي كده قامت رسلت الرساله دي لانه ما قدرت، لكن انا حعرف اوريها، حعرف اوريك، حعرف اوريك. تلقاها هسه بتقول له شنو؟ عين شويه كده وقوي يفتح لك مطعم وترتاح من الشقة ده. يشوف قلبك ومصرانك. الو الو الو، السلام عليكم. اهلا يا علي، كيفك تمام؟ اي اي والله نسوي في البيت. لا لا كويسين الحمد لله، الله يخليك. لا لا طمنوا، اي قاعد هنا يديك العافيه. الله يخليك. لا مشكلة، وراك الزمن طويل يا ندى. يا أمي يا أخي أنا جعتة. يا أخي ما خلعتيني يا أخي، ما بالراحة، أصبري. الحمد لله على السلامة، الكذب ضرب، عاد صوت المدام ضربت. فرجع عذرا اليوم، قالت شنو؟ قالت أنت نسيت التليفون بالبيت. الحمد لله على السلامة والله. يا حياك الله يا زين، هسه زرمت الكريم المسكين ذاك ساعي. اي والله يبهتنا يا اخي، لكن هو غير تخفف له من ذنوبه شويه. بعدين اصلح، لازم تهتمي بنفسك، لازم تعملي نيو لوك. ايوه نيو لوك. ندى بتكون جيزت، انا مش هوصل لهم قرايه. اوه ما احنا البكشيش ثقيل يا والله العظيم، انتم ناس سيئين يعني، سوء في نيتكم مبالغه يعني. اول حاجه فرقت الزباين، ثم ثانيا والله يا ندى والله دخلت في الجرح ابره، ثم ثالثا عشان استغلالكم دي والله ما كنت ولا عملت دي ولا كنت عامل ايه؟ سالي انت تعقدتها ولا شو؟ اي تعقدتها بس يا اخي غاليه. طيب ما رسالة ندى دي ذاتها حيكون فيها النبلة بتاعتها قوية يا اخي. انا الموضوع ده لازم احسمه ليلى. الو السلام عليكم، منو معي؟ ابو ندى؟ لا معلش يبدو اني ضربت غلط، معلش.
ناقصني شنو انا؟ براكي اهملتي روحك يا اصلاح لما السالم عينه زاغت منك. لكن والله 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 ما خلات شنو مني، كان اقلب الدنيا دي سافله عاليه. يا ما تحت السواهي دواهي، وانا اقول عليك مسكين طيبان قلبه ابيض. تاري انك عايز تعملها يا سالم، لكن على الجثه دي باين عليك انت ما بتعرف وش التاني كويس. عارف يا سالم، تلك اصلاح دي اكيد بقت اوت اوف ديت اولد فاشون، يفشفش مصراري على كبدتك. ماما حلتك التاني حلت، والحلة انت صغيرة عليها. يا هم فلوسة دي. الو، ايوه الذي انا ضربته والنمرة ما غلط وانا مرت سالم. واسمع هنا يا بنت، احسن ليك تتلمي وتحفظي ادبك. والله العظيم ما تعرفي سالم ده الا على جثتي، فاهمة ولا ما فاهمة؟ وابوك المابخ الجلدان كلميه بالله. شو بدي عليك الله، بنات اخر الزمن. معلش يا خالتو، يبدو انك فهمتيني غلط. يخلخل دروسك ان شاء الله. بابا السلام عليكم. يا ملز يا بنتي يا جميلة، ازيك يا اخ؟ كيف؟ كيف تمام؟ كله تمام؟ تمام. كله كويس؟ كويس. كله تمام؟ تمام. لكن انت البيت ما تمام، فين حتحرك؟ ماما ليلة حرقت الملاح مرتين. الملاحين ماما حرقتهم مرتين؟ يعني ليه مع نفسي ما عندنا ولا ملاحين ولا مرتين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لكن شو انا كمان كده؟ جايب معي جدادة ولا يهمك. ها جدادة، شيل الجدادة كمان، شيل الجدادة. سالم اهلا. اصلاح الطويلة زوجتي العزيزة. ده رجل هو دقيقة. الله، سمعت يا جماعة شنو؟ ده رجل هو دقيقة، ده معناه موضوع هام ومهم. انت يا فارح تشيل الجدادة دي تخش لها السويس، ها؟ والحياة اللي معاها دي تحط فيها كده برضه في السويس وقت كده. سلطات دي سلطات، بس تعملي لها شنو؟ شطة خضراء كده بعدين كلها بليمون كعاتك. ها؟ اديك شنو؟ دي بس خمشية تمام؟ شوف دي شنو؟ اصلاح الطويلة زوجتي. بابا علي؟ والله بابا علي اللي كنت ضربوا لك كثرة ناس، ناس جعلني يا مساكين دي يا اخي، لكن انا اقنعت منه خلاص، قلت بابا علي احلى المسكين راح. عليك الله ذكرني احكي لك قصة الكلب. الكلب ولا ندى؟ بمناسبة ندى دي الليلة عيد ميلادها، واصرت انه ملازو انا وانتي نجي نحضر عيد الميلاد، فالليلة جهزوا من بدري. وبالمناسبة انا جبت هدايا برا. انتي قلتي ندى ولا انا تهيألي ساكت؟ ايوه، وداري سنة العيد ميلاد عامل فيها طبيعي مش؟ نخلي ملاز تقدم الهدية باسم الأسرة لأنها هي بتكون قريبة لها كده في السن. يعني ندى في سن ملاز؟ يعني كده ما قريبة كده، لكن بيكون بينازل يعني اثنين بيتزا سلطة مايونيز، يعني قريبة لها. بالمناسبة أسرتهم دي يعني الناس عزيزين علينا والزبائن مهمين. خلاص عشان كده نتغدى بدري ونمشي اليوم. ها؟ انت ندى وأبوها دي عارفين نمرة تليفونك؟ لا ندى بس لأنه بتحب البيتزا، عشان كده هي رجعت لي تاني وأنا ما اديتها فرصة. مالك يا صلاح؟ اديني الأمان يا سالم. الأمان؟ دقيقة، كان عندي أمان قبل شوية كده كنت شايله. الأمان ده رمشنو؟ أنا لخبطت لك الوقت كله. مالك يا صلاح؟ اصلاح الطويلة جنت. الو مساء الخير نار معاك. لو سمحت نار معاك. اوه اثنين فراخ ثلاث سلطات كبار وكثر سلطات ورسل الحاجات مع سالم. ها؟ الله يخليك يا باش، شكرا يا سالم يا حبيبي. ما كان في الدنيا ضيق ومظالم.
مرة سهدم أيوة أيوة سهدم دمين زمنا حالم بس لو نسمع إيش ما نسمع مرة سهدم أيوة أيوة سهدم دمين زمنا حالم طيب ونزاهة حنان ومكار يا ريت العالم تشبع سالم أيوة سالم يلا نشبع سالم سالم دليفري مرقيقة عنده هو مرقيقة ما عنده هو مبدس الجول ما بخاف من زول مبدس الجول ما بخاف من ظالم لو نسمع مرة كلامه الطاعم الدنيا بتصبح مخمل ناعم كلامه الطاعم يلا نسبح كلنا كلنا سالم